اتكلمنا معاكم امبارح في حاجات كتير مع النجم احمد عادل، اتكلمنا كمان عن اخبار النادي الاهلي في غينيا الاستوائيه، هنكمل كمان اخبارنا ونطمنكم على الفريق اول باول زي ما احنا متعودين مع حضراتكم. قبل ما اقول لكم الاخبار وقبل ما نجيب شريف شعبان على التليفون، تعالوا اقول لكم مباراه الاهلي في الدوري بعد القرعه اللي اجرتها اللجنه الخماسيه. مباراه الاهلي ان شاء الله الاسبوع الاول سموحه في الاهلي والاهلي في الانتاج، الاسبوع الثاني الاسبوع الثالث اسوان والاهلي، طبعا انتوا بقى عارفين ترتيب الاهلي والزمالك، الجونه والاهلي، الاسبوع الخامس الاسبوع السادس الاهلي والمصري، دجله والاهلي، الاهلي وحرس الحدود، اسماعيلي واهلي، اهلي اتحاد، المقصه والاهلي، الاسبوع ال12 الاهلي واف سي مصر، الاسبوع ال13 الاهلي وطنطا، الاسبوع ال14 مقاولين العرب والاهلي، الاسبوع ال15 الاهلي وامبي، بيراميدز والاهلي، الاهلي وطلائع الجيش. ده جدول النادي الاهلي في الدوري العام النسخه المقبله ان شاء الله. شايفين ماتشات وشايفين الدوري وشايفين الدنيا ما بقتش سهله زي الاول في كل الاحوال، عشان كده اتكلمت معاكم امبارح في العقوبات اللي طلعتها اللجنه الخماسيه على او بعد مباراه الزمالك وبيراميدز، واتكلمت على قد ايه دور الجماهير الاهلاويه مهم جدا جدا جدا، واللي ما بيشوفش يشوف قد ايه النادي الاهلي وجماهيره او جماهير النادي الاهلي فرقت في اداء النادي الاهلي في المواسم اللي فاتت. مباريات كانت بتلعب من غيركم بلا طعم بلا روح بلا اي حاجه، الدوافع اللي بتدوها حضراتكم للاعبين ما ينفعش اي حد يديها لهم غيركم. قلت قبل كده وبكرر وبعيد وهفضل اقول لغايه يعني لما ربنا يدينا العمر، ان الجماهير بتطلع من اللعيب حاجه استحاله اي مدرب لو مين حتى مش هيطلعها من اللعيب. لما بتندوا اللعيبه في المدرجات، لما بتسخنوا على اللعيبه في المدرجات، لما بتسخنوا اللعيبه في المدرجات، الموضوع بيبقى مختلف تماما عن اي دفعه معنويه حد تاني بيديها لهم. عشان كده بقول لكم دوركم مهم جدا. شايفين المباريات عامله ازاي؟ عندنا افريقيا، عندنا بطولات كتير جدا، مش عايزين نخسركم، مش عايزين نروح لدوامه ان حد يزقنا او حد يسخننا. اظن ان احنا عدينا المراحل دي من زمان قوي، وخلينا دايما باصين للمستوى بتاعنا زي ما اتفقت انا وحضراتكم امبارح، بلاش نهتم لاي حاجه تحتنا خالص، مش لازم نوطي رقبتنا ونبص، خلينا دايما في مستوانا نبص وما نزعلش من اي حاجه خالص، طالما الموضوع مش شاغلنا لا من قريب ولا من بعيد. هنسمع تصريحات وسمعنا تصريحات كلها تصريحات استفزازيه، عايزين نبعد عن الموضوع ده خالص، عايزين نطلع كل الطاقات اللي جوانا. انا عارف انتم ممكن تهدوا الدنيا اساسا، لكن هدوها وانتم بتشجعوا فرقتكم بس، مش عايزين نخسركم، ودي حقيقه مش كلام، والله العظيم ما كلام. فعلا محتاجين لكل واحد فيكم، عايزين جماهير ترجع تملى الدنيا تاني، جماهير نادي الاهلي غير اي جماهير، مع احترامي لكل الجماهير في كل الدنيا، لكن جماهير نادي الاهلي غير اي جماهير. ممكن نادي تاني مش فارق معاه جماهيره ايا كان اسمه ايه يشتموا بقى. عشان كده كنت بقول كان لازم العقوبات تبقى مغلظه قوي بحيث ان احنا نحافظ على جماهيرنا، جماهير كلها، لكن احنا كاهلاويه ما عندناش استعداد ان احنا نفقد اي واحد فيكم في المدرجات، عايزين كلنا نرجع تاني نتلم ونرجع للاهلي اللي كان بيخوف بجمهوره، اللي كان الناس بتيجي تترعب من جمهوره، اللي يقول لك استاد الرعب من جماهير نادي الاهلي. فاكرين ولا نفكر؟ اظن حضراتكم عارفين، مش عايزين اي حد، اي كائن هنا، كائن فضائي، كائن مش عارف عايش فين، مش عايزين اي حد يسخننا، مش عايزين اي حد ياخدنا يستدرجنا الحته مش بتاعتنا خالص، عايزين كلنا نتلم حوالين فرقتنا وحوالين نادينا، وان شاء الله نرجع احسن من الاول بكتير كمان.